للعام الثالث على التوالي انطلقت في قصر الثقافة في محافظة السويداء فعاليات ملتقى فهد بلان للموسيقى، حيث ضمت فعاليات الملتقى العديد من النشاطات الفنية والموسيقية المتنوعة، بالإضافة إلى ورش عمل فنية وأمسيات وحفلات لنخبة من فناني المحافظة. ملتقى فهد بلان الثالث للموسيقى، مسيرة مليئة بالعطاء والإبداع استطاع من خلالها الفنان الراحل فهد بلان أن يكون فعلا مطرب الرجولة، بتوجيه من السيدة وزيرة الثقافة الدكتورة لبنى مشوح لدعم الفن والفنانين ودعم التراث الفني، ولتبقى سوريا سوريا الأبية، سوريا الفن والحضارة والإبداع. نحن هلق بصدد إنشاء فرقة كورال من الشباب والبنات اليافعين ضمن فعالية مهرجان فهد بلان الثالث للموسيقى. فهد بلان أسطورة وأحد عمالقة الفن العربي الشرقي الأصيل، يعني لازم تخلد ذكرى. جمعية أصدقاء الموسيقى أخذت اليوم الثاني من هذا المهرجان بتقديم كورال فرقة تناغم جمعية أصدقاء الموسيقى بقيادة مغنية الأوبرا الأستاذة غادة حرب. إلنا شرف الكبير بالتعاون معها، ونحن نتمنى دائما نقوم بهذه النشاطات ونقدمها لجمهور سويدا العظيم. يهدف الملتقى إلى تخليد ذكرى إحدى قامات سوريا الفنية، والذي صدح صوته على الكثير من المنابر العربية والدولية، فكان خير سفيرا للفن السوري الأصيل الذي يدل على أصالة الثقافة السورية. من السويداء للإخبارية السورية شام حمدان.